يا تعال كل ما شفت والله يا ما والنجومية بإذن الله يا رب يا رب أنتم الصناع كل شيء لازم انك هذا اللي بيحصل ان شاء الله تنزل اعمال لازم انك امورك طيبه باذن الله لا اللهم لك الحمد باذن الله ما ينخاف عليك يا رب يا اغنيه ولا شله ولا اي شيء جديد اللي بيستانس تحصل والله ارتوصلك وانا مجهز ان شاء الله باذن الله بتحصل يا معلم يا ربي يفتح في وجهك ويوفقك التوفيق الطيب يا رب العالمين ويحقق كل ما تتمنى امين يا رب احنا كسبناك متاكد والله انك احنا فاقدين اخو والله انا اللي فاقدك قسما بالله والله اني من اليوم انا اتكلم راعي حتى ما اقدر اتكلم صعب اني اعب اي والله بسم الله التعبير اسال الله ان يجعل هذا الاستبعاد ان الطلاق لك يا رب يا رب يا حبيبي يا فيصل ان الكل يعرفك باذن الله جعلك ما تهون يا حبيبي انت ان شاء الله نلتقي باذن الله باذن الله هذا المفروض يا حبيبي ابتسم وحط في بالك رايح الاهل ورزقك ان شاء الله انها برا باذن الله ان شاء الله اكيد ما هم قاطعينك والله ما هم قاطعينك طمن علينا يومنا اكيد اكيد غيب الشيء في تواصل اوكي خلينا في مكان ما تشوفنا فيه كل يوم نبغى تعطي الشباب كلمة والله تعبير واجد والكلام واجد لكن والله العظيم اني اقولها بكل مصداقية والله شاهد علي اني احبكم مثل حب اخواني واغلى بعد يعلم الله ان كسبتكم كله مكسب طيب ورب البيت يقول التنومس اللي تنومس فيه لا مال ولا مركز اول تنومست فيكم رب البيت والله العظيم حتى اهلي نفس برا يقول انت تنومست برجال يعني ما خلى منكم ولا احنا مكان ما اقول وداعا لكن اللقاء نتقابل باذن الله باذن الله انك غالي من قبل وبعد يا رب يا رب انت من الاشخاص اللي يبكى عليهم انا اشهد وفقدك غالي جدا جدا ما الله ما نتحمله لكن هذا آلية البرنامج وهذه أمور البرنامج بكره اليوم بكره نفقد لنا واحد وبعده نفقد لنا واحد لكن إن شاء الله العظيم إن الله يجعل محبتنا خالصة لوجه الله يا حبيبي يا حبيبي لكن اذكرنا أنت دحين في القلب تطرون علي كنت أبغى أذكركم لا تنسى ودعتكم الله يرجع هم إحنا ودعتكم الله هم إحنا يا ماهر والله عظيم اني احبكم حبي علم الله يا حبيبي انا ماهر ما نبغى نسامح لان الظاهر ما في احد شارع اي والله العظيم ما اعتذر اذا اخطيت في اي احد بدون قصد والله اي شيء ورب البيت يا حبيبي والله اني انا ابو علي ماشيين هو قدامي اني اقول هنيه قال هو هنيه قلت ليش قال شو كيف طلع مدبر وكلنا راضين عنه ولا دق خاطر والله احنا بنخطي ولا قد اخطف واحد فينا يا حبيبي والله انك طالع من بيت دين وتربيه الله يطول والله انا يا عبد الله كاسب كخليه كبير اي والله بالبرنامج ولا برا البرنامج هذا اخوان جد اخوان والله واقف مع اخوان الله يوفقك يا ماهر امين ويوفقكم وشدوا حيلكم الطريق للسعبادي الله يوفقكم الله يوفقكم الله يوفقكم الله يوفقكم ودعتكم الله يرجع الله يبارك ودعتكم الله ودعتكم الله ودعتكم الله ودعتكم بدايتها سلام الله نهايتها وداعية بعد طول الكلام السار مهدي صار الكلام دموع عسى الله يسقي أيام الوصي والضحكة الحية فمن الله وكفوف الوداع أبلغ من الموضوع أنا قد الوداع بعد قفا وراح تروح خطوات الموادع كنها نبضات قلبية تعب تصبر وانا اللوعة تلاوى قلبي المفجوع فمن الله ذكرى تجدد كل عصرية أبقد ضحكة وصوت في الحشام اسمع وأنا اللي عاد ذبحني
حريق زيد على بكرة من فارق واحد أخي. زد رصيدك حصرياً ومجاناً على شاهد، حكايات لا تنتهي.